رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كلنا فاكرين ان احساس الخوف هو اصعب الاحاسيس، لكن الاخطر من الخوف هو الغدر وعنصر المفاجأة. تخيل لما تبقى مش عارف الضربة حجيلك منين بالظبط، زي ما انتم مش عارفين انا فين دلوقتي. تخيلوا بقى اللي هيقع تحت ايدي السنة دي هيحصل له ايه؟ هيصرخ وانا جنبه وهو مش حاسس بيا، هيعيش اسوأ يوم في حياته وانا هعيش اسعد يوم في حياتي. ساعة ما يفتكر ان الموضوع انتهى هتكون الحكاية لسه بتبتدي. واذا كان اللي فات بيخوف فاللي جاي دمار. انا في المقالب وحش، انا الزعيم في الكار، واللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار. حافظ على نفسه، حافظ على نفسه، النفس النفس. واللي يقول لك رامي الشطب خلاص قول له تعالى كل اناناس. رامز في الشلال يومياً 8:30 بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.